اليوم نختم جهدنا فتذاكروا عبق التلاوة فاح في الحلقات كنا نرتل آي ربي زمرة ولكم سهرنا ندرس الآيات فليشهد التاريخ ختمة معهد لبيان منهج ديننا بثبات في شعبة كنا كقلب واحد أخوات صدق أيما أخوات كانت لنا أما رفيقة دربنا كانت ندى بعد الإله حياتي واليوم قد جاء الختام منبها أن السرور الحق في الجنات أن السرور الحق في الجنات اليوم نختم جهدنا فتذاكروا عبق التلاوة فاح في الحلقات كنا نرتل آي ربي زمرة ولكم سهرنا ندرس الآيات هذا الكتاب شفيعنا حتى إذا جئنا إلى رب العباد حفاة هذا الكتاب هداية من ربنا هذا كتاب منهج لحياتي والله لولا الله لم نكن اهتدي فالحمد لله العظيم الهادي فالحمد لله العظيم الهادي اليوم نختم جهدنا فتذاكروا عبق التلاوة فاح في الحلقات كنا نرتل آي ربي زمرة ولكم سهرنا ندرس الآيات الحمد لله الحمد لله أتم نعمة على الأمة وأكمل لها دينها وآتى الحكمة أهلها وتم بمحمد مكارم الأخلاق كلها وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة نستظل بظلها ونحيا ونموت عليها ونلقى الله بها وأشهد أن محمدا عبده ورسوله دعا وكل نواحي الأرض مجذبة مغبرة فإذا الغبراء خبراء أتى جموع الطغيان ففلها وليوث الأوثان فأذلها وعقد الشرك فحلها ودواعي الفرقة فشلها وأحقاد القلوب فسلها بشر الأمة وأنذرها ودلها وسقاها بوابل الأخلاق القرآن وسقاها بوابل القرآن الكريم وعلها وحداها لعلها تعض عليها ولعلها فإن حادت فواها لها وملاها صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه صلاة دائمة إلى يوم تضع كل ذات حمل حملها وسلم تسليما كثيرا ريحانة الأنوف الشم وخبئة الجيب والكم دليلنا الهادي في بهيم الدياجي تاج الهامة حماة الدين باليراع واللسان والصمصامة من أحسب أنهم أولئك الخضارمة أهلا وسهلا ومرحبا بكم مرحبا ذات تبذير وإسراف وإن تكن مرحبا إكثارها صرفوا فليس إكثارها فيكم بإسراف عليكم يا أحبتنا السلام وأتحفكم برحمته السلام وبوأكم مساكن طيبات تحية من تبوأها السلام فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أهلا بمن أت أهلا بكل من أتى بتحية وسلام. يريد منا الترحيب بأحلى الكلام، يريد منا أن نعلن له الانضمام إلى كوكبة أصدقائنا الكريم. نقول له هي الورود تنثر شذاها لتستقبل بكل حب وودة وبأحلى عبارات الترحيب. نرحب بكم ونتمنى أن نرى شذا عذركم ينثر على أرجاء وجودنا، فيا أهلا وسهلا بكم وبقدومكم الكريم. وأتمنى من كل قلب أن يكون قمرا ساطعا بنور حضوركم. شرفتم حفلتنا، طبتم وطاب ممشاكم، وتبوأتم من الجنة منزلا. وأزف الترحيب خاص لإخواننا في العقيدة، في المنهج، في المذهب، وأقول لهم: شرفتم حفلتنا ونورتم أرضنا، نور الله منازلكم وقبوركم. اليوم في هذه الحفلة، في هذه المناسبة الكريمة، عندنا ضيوف كرام من مشائخ المدينة قارسة ومن مشائخ الذين زاروا بنا في الخارج، منهم عبد القادر حسن آنو، رئيس منظمة الشفيع في كينيا، أستاذ أحمد محمود الدبوس، رئيس منظمة الشفيع لخدمة القرآن الكريم. أرحب بكم بأيد مفتوح وقلب مسرور وبانشراح صدر. مرحبا مرحبا بكم ذات تبذير وإسراف، وإن تكن مرحبا إكثارها صرف فليس إكثارها فيكم بإسراف. مرحبا بكم، هذا المكان لكم، نورتم مكاننا ونورتم مناسبتنا. والآن ندخل برامجنا مباشرة ونبدأ. خير الكلام هو كلام الله، آيات قرآنية. ونرحب هذه الفرصة الطالب متخرج إبراهيم بلو عبد الله ليقرأ علينا آيات قرآنية كريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين. جزاه الله خير الجزاء، ونسأل الله أن يجعله في ميزان حسناته. ثم الآن نرحب صاحب الذي يليه، يوسف حسن عبده،
لكلمة الترحيب، وليتفضل مشكورا ومأجوزا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى حمدا طيبا مباركا فيه، فحمده أحلى ما سجعت به بلى بالوغلام، وأغلى ما انتظمت فيه العقود من برد غمام. والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيد الأنام، من محى به الله الظلام وأرسى به قواعد الإسلام، وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، بسم الله وعلى اسم الله، بسم الله نبدأ وبسم الله نسير، وإلى الله المنتهى وإلى الله المصير. إصالة عن نفسي ونيابة عن إخواني وأخواتي الخريجين والخريجات، نحييكم بتحية الإسلام، تحية أحلى من العسل وأبرد من الثلج، تحية لو رفعت إلى السماء لكانت كوكبا منيرا، ولو نزل إلى الأرض لكساها سندسا وحريرا، تحية ممزوجة بالحب والإجلاء، تحية أهل الجنة يوم يلقونه سلام. فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم أهلي وخلاني، سكنتم في حنايا كل وجداني، هذه القوافي أتتني تنتشي فرحا، وحدثتني حديثا دون عنواني. وبالضيوف هلا أهلا نرددها، ما غرد الطير يشدو فوق أغصاني. حيا الله هذه الوجوه التي رؤيتها تزيد الأفراح، ونسماتها تداوي الجراح بعبيرها الفواح. فأهلا وسهلا بكم كلما أعيدت على الأيام أهلا وسهلا، وحياكم الله ضيفا ضيفا، ومرحبا بكم ألفا ألفا. ونرحب أجمل الترحيب بضيوفنا الكرام وبكل حضورنا الكريم. أهلا وسهلا بكم يا سعد محفلنا، نزداد سعدا بكم والدار تزدان، ما عطر الجو إلا طيب مقدمكم، كأنكم نرجس والدار بستان. فأهلا وسهلا والسلام عليكم، تحية منا تزف إليكم، ألا إن سألت عن الأحبة من هم، فاعلم بأن جوابنا ها أنتم. أيها الحفل الكريم، بلسان أهل الحفل أقول يا مرحبا بمن وصل، على الرؤوس في المقل، قلوبنا هي المحل، وهي فصيح مقعدي، فهذه طلائع زانت بها المرابع، أنوارها صواضع، أكرم به من مشهدي. لله ما أحلى اللقاء على الإخاء والتقى، على الصفاء والنقاء والمنهج الموحد. أيها الحفل الكريم، ضيوفنا الأكارم، بالتأكيد فإن حضوركم هذا اليوم وتشريفكم لهذا الاحتفال لمن دواعي الفخر والاعتزاز والفرحة والسرور لأهل الحفل كافة. أيها الجمع الكريم، فإن حضوركم شرف لنا، ويضفي على حفلنا أنس وسرورا، فبارك الله في مسعاكم، وجعل الجنة مثوانا ومثواكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركات إلى خير سي أرد جايز مركا هنقرا لهذا ضد مرتي أو مير دخسنا نوي ماضي مركا محارو إنا كلموين أصهر مريه مركا أردي وح آخر ذوين يدك دقي سر وها نوي رسمران هذا نوح كلمة سير وانين كون من مرتين الجوجو
شيخ أحمد دبوس ليتفضل المشكور. وسلم. بداية شرف لنا اللقاء والالتقاء بكم إخواني وأخواتي وأبنائي وبناتي المتسابقين والفائزين والخريجين بمعهدنا معهد الإمام النووي للغة العربية، وهذا شرف لنا أن تكون مناسبة مواكبة لجلوسنا في هذا المكان، وأسأل الله يقدرنا ويقدركم على فعل الخير. بالحقيقة سرنا لما وجدنا اللائحة تخريج اللغة العربية، وهذا شرف لنا ولكم، التي هي لغة القرآن ولغة أهل الجنة، ولكن نريدها أن تكون لغة أهل القريشة خصوصا والعالم عموما. فأرجو من الله أن يبارك لكم في هذه اللغة ويجعلها حجة لكم لا عليكم، وأرجوكم وأطلب منكم طلبين. الطلب الأول، تعبدوا بهذه اللغة، تعبدوا بهذه اللغة، وهي عقيدة وإيمان تدعوكم للتعرف على كتاب الله وهدي رسول الله وحقيقة واقع السلوك والعمل. واللغة العربية فرض من الله سبحانه وتعالى وهدي من النبي محمد صلى الله عليه وسلم، والمطلوب منكم أن تقيموا بيئات اللغة العربية في أنفسكم وفي التقائكم ولقائكم، وكذلك في بيوتكم وبين إخوانكم وأخواتكم. كلكم تدركون أثر الدورات، والله يجزيهم معهد الإمام النووي على إقامة هذه الدورة وتخريجكم وتكريمكم في هذا الحفل، لكن أريد إقامة بيئات اللغة العربية. المشكلة ليست اللغة العربية، المشكلة ليست اللغة العربية، ما شاء الله عليكم تفهمون وتستطيعون أن تفهمون، لكن إشكالية وين تكمن؟ في ترجمة ما في نفوسكم وما في قلوبكم. والسبب أن الأخ الآن معهد لغة عربية وحفل للغة العربية تكلم بلغة الموجودة الآن، هذا يجب أن لا نمنعه ولا نقول نمنعه، وإنما لابد أن نقيم بيئات اللغة العربية لنؤصل حقيقة انطلاق اللسان في اللغة العربية. أنتم تفهمون وأنتم تدركون حقيقة الفهم، لكن ينقصكم إقامة بيئات اللغة العربية حتى يتقوى لسانكم وتستطيعون التعبير عما في نفوسكم، وهذه مسألة مهمة، ونرجو من الله يقدرنا ويقدركم على إقامة اللغة العربية. واللغة العربية هي أصل من أصول ديننا، ولذلك أدعوكم وأرجوكم وأبارك لإخواني المجتهدين والمتنافسين في تحقيق الخير لأبنائهم وبناتهم، ونبارك لإخواننا أباء ووجود أمهاتنا كذلك معنا، نبارك لهم تخريجكم. ولكن العبرة ليست في التخريج، والعبرة ليست في انتهاء الدورة، العبرة أن تقيموا بيئات اللغة العربية في بيئاتكم الخاصة وفي آت بيئتكم، وتربون أبنائكم وبناتكم على اللغة العربية حتى نمكنها من واقعنا، لندرك حقيقة واقع أثر اللغة العربية في حياتنا السلوكية والأخلاقية وتعبدنا ربنا. تعرفون أن الله سبحانه وتعالى لا يقبل غير العربية في التعبد، ولذلك نحن معنيين في الأصل والتأصيل في هذه الإقامة. وأطلب منكم طلبين، أطلب منكم طلبين، وخصوصا أخواننا في المعهد، ألا يتركوا مجال لطلابهم ولا لمعلميهم ولا بيئتهم ألا يتكلمون لغير العربية، لابد أن يفرضونها فرضا ويجعلونها شرطا في نجاحكم، هو أن تتكلمون اللغة العربية وتؤصلون هذه اللغة وتمكنونها من واقع انطلاق ألسنتكم. العبرة ليست بفهمها، والعبرة ليست بحقيقة دراستها، وإنما العبرة بأن تطلقون بها ألسنتكم. العبرة ليست باللغة، العبرة بانطلاق اللسان والتكلم والجواب فيما في نفوسكم، لأن نحن تقابلنا مع أهل القرآن وحفظ القرآن فوجئنا أنهم لا يعرفون ولا يتكلمون العربية. كيف؟ كيف؟ مشكلة. نريد أن نحاورهم، نريد أن نستفيد من لقائنا ولقائهم، فوجئنا أنهم لا يعرفون النطق باللغة العربية، يفهمون ويدركون ويعرفون اللغة العربية لكنهم لا يستطيعون أن يعبروا عن اللغة العربية. لذلك أرجوكم رجاء، وأؤكد هذا وأوصل هذا، وأرجو أن الله يبارك في اللقاء، وإحنا فرحنا والله فرحنا، حتى عطلنا عملنا رغم عندنا عمل ضروري أخرنا لنقول لكم هالكلمة على الله ينفع بها ويعيننا وياكم على ما بها إقامة البيئات اللغة العربية، سواء بين الخريجين أو المعلمين أو بيئاتكم في اللقاء والالتقاء، وحرصوا على تنشئة أبنائكم وبناتكم على ذلك، وركزوا عليها لفهمها وتطبيقها، كما أرجو الله يوفق ويبارك في أخواننا في معهد الإمام النووي اللي سمحونا وتأحونا هالفرصة نتكلم هالكلمة، وأنا بارك لهم صراحة خطوة عملية ومباركة، وأسأل أن ينفعهم بها ويتقبلها منهم ويجعلها في موازين حسناتهم. الله يوفقكم، الله يطرح في جهدهم وحياتهم البركة، وأن يبارك فيكم
بناتي وأن يبارك فيكم أبنائي، أن تشدوا حيلكم لإقامة اللغة العربية في حقيقة تحاوركم. أنتم أهل العربية وأنتم أصل العربية، متون وشروح وما شاء الله ثق في النحو ما شاء الله، وجدنا أنكم أحسن من العرب في حقيقة دراستكم وعلمكم، لكن عندما يأتي الكلام والتكلم باللغة ما نجد شيء. فأسأل أن يعفو عني ويعيني ويقدرني إياكم على القيام باللغة العربية، كما أشكر لكم مرة أخرى حقيقة اتاحة الفرصة، وأسأل أن يبارك لكم ويقدركم ويوفقكم ويجمعكم، وأنا سعيد صراحة وفرحان في مباركتكم، وأسأل أن يقدرني إياكم على التواصل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحسيب لنا برنامج كيني نوسع لأوها بنك أرديلا وحنوحوكي أردي كحوكي مشينا كسيب لنا أهمية اللغة لطالب إبراهيم بلو، وليتفضل مشكورا مجزيا. الحمد لله العلي الواحد العالم المفرد الغني الماجد، وأفضل الصلاة والتسليم على نبي المصطفى الكريم وآله وصحبه الأظهار، لا سيما رفيقه في الغار. وبعد، أيها السادة والسيدات، استلموا مني تحية أهل السماء والأرض، ألا وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فإنني وقفت أمامكم صفر لدين، لا أحضي خبرة اللغويين ولا تجربة المجربين وعبقرية العبقريين. أقول أن اللغة العربية هي أساس الثقافة الإسلامية ومنبع العلوم الإسلامية. يكفي في بيان فضل اللغة العربية أن نذكر أنها لوقة القرآن الكريم المعجزة الخالدة التي نزلت لتكون منهج حياة للناس إلى قيام الساعة. واصطفى الله عز وجل للغة العربية لتكون وعاء يحمل هذا النور والهداية إلى الناس، وذكر بذلك في نحو 10 مواضع في القرآن الكريم، منها كقوله عز وجل: ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون، قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون، كقوله تعالى: إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. وقال أيضا: إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به، قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. والهدى يعني العقل والعظمة في البصير ومعرفة الحقائق الأمور، كما في قوله تعالى: أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. ونرى أيضا في قول رسول صلى الله عليه وسلم حين يشجع أصحابه قال: تعلم اللغة، قال: تعلموا العربية وعلموها الناس. وقوله: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وقيل للرسول صلى الله عليه وسلم: ما اجمال في الرجل؟ قال: فصاحة لسانه. من تعلم لغة قوم أمن شرهم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: اللسان عربي شعائر الإسلام وأهله. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إن اللغة العربية من الدين ومعرفتها فرض وواجب، فإن فهم الكتاب والسنة فرض ولا يفهم إلا باللغة العربية، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وقوله أيضا: ولقد أثر الاعتياد لوقة الفصحى مقصورا على اللسان، بل يتعمق حتى يؤثر في العقل والخلق في الخلق والدين تأثيرا قويا بنيا، ويؤثر أيضا في مشابه صدر هذه الأمة من الصحابه والتابعين ومشابهتهم تزيد العقل والخلق والدين. قال ابن تيمية رحمه الله: وما زال السلف يكرهون تغيير شعائر العرب حتى في المعاملات،
وهو أتكلم بغير العربية إلا حاجة، كما نص على ذلك مالك والشافعي وأحمد، بل قال مالك: من تكلم في مسجدنا بغير العربية أخرج منه، مع أن سائر اللسن يجوز أن نطق بها لأصحابها، ولكن صوغوها للحاجة وكرهوها لغير الحاجة. والحفظ شعائر الإسلام، والحفظ شعائر الإسلام. قال شاعر ابن خليف أبو شهاب: لوقة القرآن يا الشمس الهدى، صانك الرحمن من كيد العدا، هل على وجه ثرى من اللغة، مثل ما أحدثت في مسمع الدار السدى، مثل ما أحدثت في العالم، عنك لا يعلم شيئا أبدا. وأختتم كلامي هذه الحكمة الشعرية: فمن طلب العلا سهر الليالي، يغوص البحر من كيد العداء. وأتمنى لكم أوقات سعيدة، وأستودعكم الله، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من تعلم لغة قوم أمن شرهم. قفلك وبرتقام ودحجوا لغة وقبت بالا شركوا مركز سنة عرفت قبت مانا شركوا لغة أمبرانا. وحنوعد أنا كلمة أنا أخرين دانتو نجمة أحمد محمد، دور المرأة المسلمة، فليتفضل مشكورة. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، لك الحمد حمدا حمدا، ولك الشكر شكرا شكرا، لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا، لك الحمد لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك، وصلاة وسلام دائمين على خير خلق الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام الله على كل راكع ساجد لله الواحد القهار. أما بعد، فإن الموضوع يتعلق اليوم الدور المرأة المسلمة، فإن البشرية لا تعرف دينا ولا حضرا، عنت بالمرأة كعناية الإسلام بها، حيث اهتمت شريعة الإسلام بالمرأة وأكدت على مكانتها وعظم منزلتها، فقد جعل الله عز وجل الإنسان خليفة في الأرض ذكرا وأنثى، ولم يفرق بينهما، قال تعالى: فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر وأنثى بعضهم من بعض. كما أكدت الشريعة الإسلامية على أن العلاقة بين الرجال والنساء علاقة شقين متماثلتين ومتساندتين متسارعتين، قال سبحانه وتعالى: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. ويقول نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم: إن المرأة لا مكانتها في نصف المجتمع ولا دورها في قدمة، فكيف تسمح بأن يكون نصف المجتمع المعضلة؟ وعندما ننظر في دين الإسلامية نجد أنه قد أكرم المرأة أما وأختا وبنتا، فقد جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستأذنه في الجهاد، فسأله: أحية أمك؟ فقال: نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إلزم رجليها فثم الجنة. ولرفع شأن المرأة ومكانتها نهي النبي صلى الله عليه وسلم عما يفعله بعض الناس من تمييز الأبناء على البنات في المأكل والمشرب والملبس والمعملة الكريمة. فعندما كان أحد الناس يجلس إلى جانب النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء ابن له فأخذه وقبله ثم أجلسه في حجرة، وجاء بنت له فأخذها وقبلها جنبا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل لا عدلت بينهما؟ كما أن للرجل دورا هاما في قدمة مجتمع، كذلك المرأة لا تقل أهمية عن دور الرجل. فقد ضربت سيدها خديجة رضي الله عنها أروع الأمثلة بجوار زوجها بمواقف عظيمة.
دلت على رجاحة أقليها وشجاعتها في مواجهة التحديات التي واجهت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأعدته وثبتته وأعانته على المضي في دعوته، وكانت تحرص على راحته وتطمئن على سلامته وتعمل كل ما في وسعها لإسعاده، وكان جزاؤه من جنس العمل. أتى جبريل عليه السلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: بشر خديجة بيتا في الجنة من قصب لا سقب فيه ولا نسب، فإن الدور المرأة ومسؤوليتها تجاه بيتها وأولادها مسؤولية عظيمة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولية عن رعيته، وكذلك مشاركتها في شأن السياسي في عهد النبوي. أم سلمة رضي الله عنها أروع الأمثلة بجوار زوجها أم سلمة رضي الله عنها، حيث دلت فكرة جيدة للنبي صلى الله عليه وسلم عن قضاء العمرة، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تحليل العمرة، فلم يبادر الصحابة رجاء بالنسخ، فأشارت إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبتدأ بنفسه، فحينئذ يتحللون الصحابة رضي الله عنهم. من لي بتربية النساء فإنها من الشرق علة ذاك الأحفاق، الأم مدرسة إذا اعتدتها أعددت شعب الطيب الأعراق، الأم روض إن تعهدت الحياة بالري أورق أيم الإراق، الأم أستاذ الأساتذة الأولى. وإلى هنا أختتم بكلامي، والله مستعان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كان الموضوع رائعا جدا، فلو أن النساء كمن عرفنا لفضلت النساء على الرجال، ومتى أنيت الاسم الشمس عين ومتى ذكير فخر للهلال. انت وانا أوبحينا موضوعي أما كيكا لدنك موضوعي هذا، أنا وحان أقول قلينا حواروين، ما دام اللغة العربية وقبرته حوارات وقبرته لغة كسوء أبرنسو مهمد وحاوين أو إنا كبران كرتقوي هاي حوار أما شيكوين. مركا محارنا دور كم إذا أردغا إننا تسان قابك لغو حوار اللغة العربية. سبحان ربي الله وين الله وظهر عبد الفتاح محمد احمد وعبد الرحمن. السلام عليكم يا اخي الكريم. حالي جيد، ماذا تريد مني؟ رد السلام واجبا، اولا ردد السلام بعد ذلك قل ما شئت. من فضلك اليوم لا اريد حديث معك ولا استطيع ان اتكيف معك، لانني لست كما كنت سابقا. إذا أخبرني كي أساعدك، لأنك كنت سابقا ساعد الأيمن، لا أستطيع أن أتركك وأنت على هذه الحالة. أظن ما أصابني لا يخصك، تابع أعمالك ولا تضيع أوقاتك الثمينة مني، لأن قيل قديما ضياع الوقت أشد من الموت. لماذا يا أخي؟ أما كنت شخص الوحيد الذي جعلته رفيقا، أليس لدى الشباب؟ من فضلك عد إلى رشدك. لست مجنونا كما ظننت أيها الأبله، ولن أخبرك أي شيء، أنا من يعرف أين يؤكل الكتف، وسأحلل مشكلتي إن شاء الله. بالله عليك يا رجل، لم تنكرني أو لا أنظرني جيدا من نكون أحفظ ماء وجهك. لا لا، من فضلك أتركني ولا تزعجني أكثر. لا تقامر على نفسك ولا تستمر هذا العناد، إلا سوف تتلقى ما لا يرضيك. قد لقيت سابقا ما يرضيني مرارا وتكرارا، ولا أبالي ما سيأتي لاحقا. لا تجعلني أستئن منك، لأنك صديقي وخليلي رفيقي دربي، لا أستطيع أن أسمع منك هذا الكلام. مهلا يا رجل، لست نواشة كما تغتر بكلماتك المعسول، ولن أستمع منك كلمة أخرى، دعني وتركني وحيدا كي أفكر. لا داعي لهذا الكلام، سامحني إن أزعجتك، وادعو الله أن يشفيك من هذا المرض اللئيم، جعلك أن تنسى صديقك. لست مريضا الحمد لله، لكن أصابني داء ليس له دواء، ووصلني بهذا الحد.
ما أنزل الله داء إلا أنزل دواء. أخبرني كي يداويك مرضك وأجرب أن أنزعه كي تكون سليم العقل. فقدت من أحب. ما تعني هل أمك ماتت؟ بل هذا أسوأ من الموت. كانت هناك فتية وسيمة جميلة متثقفة، مع الآسف لا أستطيع أن أذكر صفتها وأجدد ألمي. كنت أحبها كثيرا وهي تحبني كذلك، لكن مع الآسف الجديد رجل جاء من الخارج وخاطبها، وأبوها بعدما رأى الفلوس أعطاها دون أن تتشاورها، وهي قد نسيت حبي وقبلت الطلب ونسيت حبي بعدما رأت الفلوس. ما في مشكلة، كن صبورا واحتسب سوف تجد أحسن منها. كيف أجد وكنت أغازل معها طوال عمري حتى النساء المنطقة لا يردن مني؟ اصبر يا أخي، هذه عادة النساء، ينظرن الثمن ولا يعرفن عن الحب شيئا. وأنسى هذه الفتية المسؤولة وأسأل الله أن يمنحك الصبر. آمين إن شاء الله. شكرا. لكن ما تنصح الشباب الذين يهتمون المغزلة كي لا يفقهون هذا النهر العتيق الذي غرقته؟ أنصحهم ألا يضيعوا أوقاتهم بالمغازلة، وألا يكثروا معرفة النساء. قيل قديما معرفة النساء خسارة ومعرفة الرجال ربحة، وأنا من لقي هذه الخسارة. أمين. شكرا. مع السلامة. معرفة النساء خسارة. وحوير لا يوقفه كروان نعيمة عبد الحسن وعبد الرزاق عبد الله. بسرعة. السلام عليكم. وعليكم السلام. يا الله، ما أجملك وأباك لك وجه الجميل. كم كنت أتمنى أنك مثلك أيتها الجميلة. أيها المسكين، تكلم مصداقية وأترك السدحية والخيالي، وتكلمي ما يساعدك في الحقيقة. دعنا نغازلك وأقلب خانون شعر وأبوح لك بأشواقي وأحساسي. دعنا ننظر إلى عينيك ساحرتين وأقبلك مس الخدود البدر وعانقك. دعنا أن أتف أحوالك وأرقيك. دعنا نقول لك أحبك ويحبك، فما رأيك أيها العشيقة؟ أيها الأحمق، حقا أصبح المليح لديك قبيحا وحسنة سيئة، ولولا احترامي مشاح الحاضرين لحفلتنا لضربتك ولأجزأتك جزءا جزءا حتى لا يدفعك تخدرس وترفع عن تخول ما لا يحمد ولا يرضى عقباه. استمع يا زهرة الدنيا، استمع يا زهرة الدنيا وجوهرة المغنومة. لو تعلمين إن أنت مني ما كان جوابك كما ندقت به آنفا، وعلمي أنك مهما ابتعدني بأقوال يتدفق منها شر لن يبتعد عنك قلبي، وستكونين في المستقبل إن أراد مولى أم العيال. استمع يا كلامه كعيال غنم ضال، بل أفضل منك غنم ضال. ما أقول لك جيد، وكن على علم أيها الأبل أحمق بأنني لست ممن تقتر بكلام معسور، وفي ظاهرا من الخبث ما لو سمعه مجنون لفهم معلم أنه لا يتحقق لك ما تحلم ولو بكت عيناك دمع. يا غالية، لن ييأس قلبي عن حبك ولم يبتعد عنك مهما كان الظروف علي، ومهما تتشدقين فأنا أحبك حبا جما. يا صفيق الوجه، أفيدك بعلم أنا لست من البنات الوصيف اللواتي تتجول معهن في الضرقات، وأنني متأسفة جدا جدا أن ألقي كلامي وأخوامي ضيب على سفيه مثلك الذي لا يستحق أن يكون عتبة الدير المياه، فضلا عن أن يتكلم مع فتاة ظاهرة عفيفة مثلي. سبحان الله، لكن اسمعي يا ريحانة نفسي، أرجو أن تكون مغضوبتي في وقت غير مسحول إن شاء الله. لا أقبل لك هذا حتى يلج الجمل في السم القياد أو يرجح لبنه في الضوح، لأنك تزداد في الماء عكرة. أقول لك بالصراحة بلا جدال، الطريق مفتوح أمامك. استمعي يا جميلة، أريدك غيرا فقط، والزواج هو أمر ضروري، لا تستمر حياة إلا به حيث تجعل الرجل بحاجة الأمرة ومرة كذلك. واجعل الإسلام امتسالا كريما بين النساء، بين الرجال والنساء، ورابطة وثيقة وعلاقة الإنسانية. لا فض فوك أصبت الآن يا عقل كريم.
عفوا أختي لا تغضب كنت أمزع معك واعتذر أيضا أن أضرح مثل هذا المزع إمام ضلالة العلماء والوالدين. فلا مشكلة يا أخي المحترم لأن هذا عريقة الحوار. شكرا أختي كريمة. عفوا يا أخي العزيز. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أختي علوية رحمة كويسين أنا عبد الرزاق عبد الله عبد الرزاق وحفصة محمد حسن. عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا أختي الكريم؟ بخير والحمد لله. وجهك يشرق كالشمس في واضح النهار ويتلألأ، ترى ما سبب ذلك؟ نحن نحتفل لحفلة رائعة وقد حضرنا أناس كثر وعلماء وقرون، ومن الواضح أنها متميزة عن الحفلات الأخرى، ولكل فرح ومبسوط فكيف لا أفرح في هذه المناسبة السعيدة. ما أجمل ما قلت، عبارتك تعبر وتؤكد لي عن شعورك الرائع نحو هذه الحفلة الضخمة، ولكن لماذا تقام هذه الحفلة؟ هذه حفلة التخريج يا أخي، وكل دفعة في معهدنا تقام حفلة كهذه لتشجيعهم، وليرى الناس ما علم أولادهم والوالدين ما علم أولادهم، فلا بد أن يعرض للناس جهد المعلمين والطلبة خلال فترة التعليم. قد عزمت وعقدت قرارا قطعيا ان نتعلم هذه اللغه لغه العربيه، وهذه الشعور تولد فيه بعد ان حضرت حفلتكم وشاركت معكم. ان كان الامر كذلك فلا تياس ولا يصيبنك الاحباط اذا صعبت عليك اللغه العربيه، بل قوم حتى تحقق ما تصبو اليه. هذه نصيحة أختك يحبك في الله. هذه نصيحة أغلى عندي من الثمن والفضة، وقد أحببت هذه اللغة العربية أكثر من لغة أمي لأنها تستحق أن تحب. شكرا على كلامك الجميل. هل يمكن أن أسألك سؤالا؟ نعم تفضل. ما هي هدفك الحقيقي للتعليم اللغة العربية؟ كل واحد منا له أهداف وأحلام، ومن ليس له هدف صار هدف لغيره. لغة العربية كانت هوايتي منذ طفولتي، ولهذا حلمي الوحيد وأن أتقن اللغة العربية وأعلم لغيري لتنتشر في العالم. إذن بماذا تنصحني أن أكون ماهرا بلغة العربية مثلك؟ قد أضفت حبا إلى حبي لهذه اللغة. أنصحك بألا تملأ من تعليمها وأن تجتهد بقدر استطاعتك. شكرا يا أختي على هذه النصيحة الثمينة. لقد كنت بواجبي يا أخي فلا داعي للشكر. جزاك الله خيرا. أنفال نور وصابرين عبد كينان ليتفضل مشكورا. أودي لك تحية ليس بعدها تحية، تحية متعطرة من الطيب والعود، تحية تعم على الجميع والإفراد وبعد الكون التحية، تحية أهل السماء والأرض، تحية أهل الجنة. قال تعالى: سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين، تحية التي أمرنا الله بها. قال تعالى: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منا أو ردوها. أولا وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أختي العزيزة، هل لي أن نسألك؟ ماذا تتعلمين؟ أتعلم العربية وموادات مختلفة، وما بالك أنت يعني إيش تتعلمين؟ أنا أتعلم لغة العربية وعلومها متنوعة والإنجليزية معلكا، فلم اخترت العربية فقط. اخترتها لفقد لأن من قرب كل فقد كله، بعدما أتعلم العربية جيدا وحاصلا كلها أتعلم ما بقي من العلومات بإذن الله باري. نعم أختي كلامك صحيح، لكن ما هدفك وغرضك لتعلمين العربية؟ التعليم به لأن أرفع نفسي عن الجهل، وأن أخرج الناس من الظلمات وجهلي إلى النور. العلم كما قال إمام أحمد ابن حنبل رحمه الله تعالى: لا يعدل شيء بالعلم إذا صحت نيته. قيل: كيف ذلك يا إمام النووي؟ رجل جهل عن نفسه وعن الناس. يبارك الله فيك، ولكن الله معك في تعلمك في أملك، أرجو أن يكون مثلك داعي ومرشدا إلى الخير وإلى اللقاء مباركا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ولا ندخل الموضوع الذي يليه صحافة. قناة النوية الأخباري في وسط قارسة، ومعكم اليوم أبو أنيس عبد القادر أحمد وسندس محمد. ونستهل نشرتنا بأهم العناوين. وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو قال في البيان إن الولايات المتحدة بدأت عملية الانسحاب من اتفاق باريس. اتهم الجيوش الهندية نظيرة الباكستان باستهداف المركز الحدودي الهندي ومناطق أخرى مدينة على الجزء القادم على جدارته من إقليم الكشمير. تدافع في البرلمان الكينيا بسوي طرد نائب الجريدة رضيعها معها إلى الجلسة. أردوغان يكشف توقيع انسحاب الجيوش بلاد من سوريا، يتحدث عن رسالة ترامب مشهور. مجلس الدول الأمني يحضر الصومال من مغبة عدد التعاون مع لجنة مراقبة حظر السلاح. وفيما يلي يبرز الحقائق قبل مباراة ليفربول القادمة ضد مانشستر سيتي. مشاهدينا الكرام، أهلا بكم إلى التفاصيل. اتهم الجيش الهندي نظيرة الباكستان باستهداف المركز الحدودي الهندي ومناطق الأخرى مدينة على جزء القادة لسيطرته من إقليم كشمير. أرسل إلينا هذا الخبر مراسلنا عبد المالك محمد. شكرا. في وقت اليوم اتهم الجيش الهندي نظيره الباكستاني باستهداف المركز الحدودي الهندي ومناطق الأخرى مدينة على الجزء الخاطئ لسيطرته من إقليم كشمير، ما أسفر عن مقتل الجنديين المدنيين واحد. المتحدث باسم الجيش الهندي راجيش كاليا قال في التصريح نقلته وكالة أشوشت باس إن القوات الهندية يردد بقوة فجر على انتهاك الغير مر الاتفاق وقع إطلاق النار موقع بين الخصمين النبويين عام 2003. المتحدث أوضح أن الجنديين المدنيين قتلوا فيما أصيب 3 مدنيين بجروح برصاص الجيش الباكستاني. بالمقابل رد الجيش الباكستاني بتوجيه اتهامات مماثلة، وقال في بيان أن الانتهاكات الغير مر الاتفاق وقع إطلاق النار من قبل نيو دلهي تسبب في مقتل 5 مدنيين وجنديين باكستانيين، فضلا عن إصابة 3 مدنيين وجنديين آخرين في آخرين بجروح في جزء الخاطئ لسيطرتها من إقليم الكشمير وتغلق عليه أزاد الكشمير. البيان أضاف أن القوات الهندية استهدف المدنيين في قطاعات الجورة والشاكوت والسهرة وشارع الواقعة في أزاد الكشمير. الجيش الباكستاني أشار في بيان أن قواته ردت بإطلاق النار المكثفة على جانب الهندية. رئيس الوزراء أزاد الكشمير راجع محمد فاروق قال في تقريره على تويتر إن القوات الهندية في إقليم الكشمير المحتل أصابتها نوبة هيادي، فقد قتل في قصف شرس ليلة السبت عبد المالك محمد عاصمة الهندي نيودلهي. تدافع في البرلمان الكينيا بسبب طرد نائب الجليبة ربيعها معها إلى الجلسة. أرسلت إلينا هذا الخبر مراسلتنا نعيمة عبد الشكري ولديها بالتفاصيل. رد الرئيس البرلمان الكينيا كريستوفر أومالو يوم أمس أربعاء نائب زليقة حسن من جلسة بسبب حملة دفلة تحت قبة مجلس تشريعي، ما أثر حفظ عدد من نواب قاسم في أوساد النساء. وأوضحت نائب زليقة حسن أنها أجلت إلى دفلة وداع بلغ من عمره 5 أشهر إلى جلسة البرلمان بسبب ظرف العائلية دارا. وقال النائب الحسن حاولت ما بوسع إلا أجل الجلسة معي، ولكنني وجدت ظرف العائلية دارا أذرني لأجل معي إلى جلسة، متسائلا ماذا كان علي أن أفعل لو كان برلمان حدانة أو مكان رعاية الأطفال إلا بغي فيها. وكان رئيس البرلمان أومولو ضرب زريق بخروج ودفلة من قاعة وقال بإمكانها العودة التي شهدت تدافع بين عدم من النواب. نعيم عبد الشكري في قناة النووية عاصمة كينيا نيروبي. أردوغان يكشف توقيت انسحاب الجيوش البلاد من سوريا، يتحدث عن رسالة ترامب مشهوري. أرسل إلينا هذا الخبر افتتاح مراسلنا عبد الفتاح أحمد نور والدي بالتفاصيل. شكرا. قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في تصريحات نشرت الجمعة 8 نوفمبر 2019 إن بلاده لن تخرج من سوريا إلا بعد خروج بقية الدول الآخر منها، مضيف إنها ستواصل هجومها عبر حدود على المقاتلين الأعراض إلى أن يرحلوا جميعا من تلك المنطقة. أردوغان يقول إن تركيا لن تخرج من سوريا إلا بعد خروج بقية الدول الآخر، وقد شنت تركيا هجومها الثالث إلى الشمال الشرقي سوريا في شهر أكتوبر تشرين الأول لإبعاد وحدات الحماية الشعب الكردية عن حدودها وإقامة المنطقة الأمن، تأمل أن تعيد توطين مليوني لأجيال سوريا فيها.
وقال الله قال أردوغان للصحفيين لن نتوقف عن هجومنا إلى أن يغادر آخر إرهابي المنطقة. وأشار في إشارة الوحدات الحماية الشعب المكوني الرئيس القوات السورية الديمقراطية التي تدعمها الولايات المتحدة والتي تعتبرها أنقرة منطقة الإرهابية. وأضاف في تصريحاته بحسب المحطة في التلفزيونية لن نرحل من هنا إلى أن تخرج الدول الآخر إلى أن نرحل الدول الآخر. وأضاف وأشار أردوغان إلى أن الإرهابيين لم يخرجوا من تلك المنطقة بعد محله 120 ساعة التي تم اتفاق عليها خلال زيارة نائب الرئيس الأمريكي مايك بينس ووزير الخارجية مايك بومبيو لتركيا. عبد الفتاح من نور قنوات النووي تركيا. مجلس الأمن الدولي يحضر الصومال من نهضة عدم التعاون مع لجنة مراقبة حظر السلاح. أرسلت إلينا هذا الخبر مراسلتنا حبيبة صلاة ورديها بالتفاصيل. شكرا. دعا رئيس الوزراء الصومالي السيد حسن على قير مجتمع الدولي إلى انقيام بواجبهم في جهود الانقياد والإسراع في تقديم المساعدات المكنونة الفيضانات التي اجتاحت بعض المناطق في البلاد. وقال السيد حسن علي قير يوم الأربعاء برسالة بعثها إلى جميع الدول خاصة المنظمات الدولية أن حكومات الفدرالية قدمت استجابات الفورية لمنع المزيد من التدور في الوضع، ولكن الوضع يحتاج الآن للعمل مع من نجل لتسديل المحنة. وأوضح رئيس الوزراء أن الفيضانات التي أورثت على المنطقة التابعة لولاية جبلان وير شبيل وجنوب الغرب أغرقت 85% من مدينة البلدوين، مما يتسبب في وفيات والتشريد والتمريض بالنية تحتية وتفاقم الوضع الإنساني يشبه الأفعال. وإضاف غيرا بأنه من المتوقع أن تستمر الأمطار في ظهور هذه الأيام وارتفاع المستويات إلى النار، مما يتسبب في مزيد من الفيضانات. وأكد الرئيس الوزراء أنه إذا لم يتم اتخاذ الإجراءات الفورية فإن الوضع شديد مزيد من التدهور، كما دعا المجتمع الدولي للتمويل حول دينة الأجر للذري الكوثرات المستقبلية من هذا القبيل في المقبل قبل التسلى في وكانة الأنباء وضيلة الصومال. حبيبة صلاة خانات النووي عاصمة الصومال يا مقدشو. قبل مبارزة ليفربول قادمة ضد مانشستر سيتي، أرسل إلينا هذا الخبر مراسلنا إبراهيم بلا ولدي بالتفاصيل. ليفربول خسرت مرة واحدة فقط في آخر 28 مباراة على الأرض أمام مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز بنتيجة 2-1 في مايو 2008، لكنه لم يخسر ضده في آخر 16 مباراة في ملعب الأنفيلد بعد خسارة الأربع مباريات متتاليات في الدوري الإنجليزي الممتاز بين عامي 2015-2016. لم يخسر مانشستر سيتي سوى مرة واحد من المباريات الخمسة الأخيرة مختلفا فازين والتعادلين. مانشستر سيتي لم يفز في الأرض 16 مباراة متتاليات وخارج الأرض في الدوري الإنجليزي ضد ليفربول، وهي أطول سلسلة خالية من الاتصالات بسنة لفريق السكاي بروز إمام فريق في التاريخ الطبولة. إبراهيم بلو قنوات النو في ملعب الأنفيلد. صائر الإعلام المصري بوفاة عبد الله محمد مرسي نجر الأصغر للرئيس المصري راحل محمد مرسي إثر أزمية قلبية مفاجئة. وذكرت التقارير الإخبارية حسابات على المواقع التواصل الاجتماعية مقربة من جماعة إخوان أن عبد الله محمد مرسي توفي إثر أصابته بأزمة القلبية في المستشفى خاصة بمنطقة الحدائق الأهرام وبمحافظة جيزة المصرية. وبحسب التقارير فإن النجل الرئيس الراحل كان يقود سيارته قبل أن يصاب بتشنجات العصبية وأزمة القلبية المفاجئة، وفشلت المحاولات الأطباء بعدها في إنقاذه. ألقى القبض على عبد الله مرسي النجم الرئيس المعزول لحوادث الحشيش مصر. داخل القطار المتجه للصعيد. اعتزاز النجم الرئيس المرسي المعزول بتهمة الاحتراز عن العنف. وجاءت وفاته عبد الله بعد أشهر من وفاة والده محمد مرسي في 17 يونيو حزيران الذي سقط ميتا في قاعة المحكمة في... الذي سقط في قاعة المحكمة محكمة أثناء المحاكمة في قضية
في قضية التجار مع قبر تخابر مع قبر وهل نشرة؟ فنشر عبد الله المرسي تغريدته في 14 أغسطس آب الماضي تضم ونشر عبد الله المرسي تغريدته في 14 أغسطس آب الماضي تضم الصور لأسماء 15 مسؤول ولا مصريا بينهم رئيس عبد الفتاح السياسي نتهم أيهما بأنهم قضوا أمره بقتل أعضاء جماعة الإخوان المسلمين في ميدان الرابعة العدوية بعد عزل المرسي توعد بقتام المشاهدين الكرام لهنا نصل وإياكم إلى قتام ونشر أخبارية موعدنا بالتحديد في نفس أخبارية نشكركم على حسن المتابعة والاستماع وإلى هنا نصل إياكم من الإخبارية لأنك ترد جد التفاصيل إذا بلا موقعنا شبكة الإنترنت www.imamnow.co.ke السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا هو موضوع أكوحوبة مسرحية معايا مسرحيين رسام مران مسرحيين هلا ما قنتين مسرحيين هلا روايات في عربية هيا صار خذي بسرعة في الأونة الأخيرة خكيكا وسعدا وها أنا أريد الثانية لأكثر أولاد الأمة المسلمين وأسأل الله أن يلقيني اليوم فتاة جميلة عفيفة جذابة الوجه ليتغازلها وليتزوجها مع أن زوجتي شديدة الغيرة لكن فلا بأس أختفي الأمر كله حتى لا تعلم والآن أرى واحدة خلي أتكلم معها حتى أسلب قلبها وأكسب روحها من فضائلي نجاة أحمر العيون وبردة القلوب ووجه الحرير حالك تمام؟ نعم حالي تمام وهل أنت بخير؟ أجل أنا بخير والشكر لله يا نورية القلب اختطفت قلبي أول مرة رأيتك وحتى عيناي ذهبت لتنظراك فهل لا تعطيني وقت أتحدث معك وأذكرك ما يدير في بالي من فضلك وإحسانك يا من ليس لها نظير يا الله ما هذا الأحمق العجوز سمعت الحب من أول الإثم الحب وعلى معنى الحب ثم ائت مما بحوزتك مهلا لست عجوزا يا من تهتر نظراتها كل الرجال وتسلب قلوبها جل الرجال وينهر جمالها جميع الرجال فأقبلي حبي ولا ترديه لأن حياتي متعلقة بك أحييني ولا تقتلي وكوني ذنبي ولا تنتعد عني اسمعني جيدا ايها العجوز طويل كمثلك لن اكون عنده مهما حصل يا ريحانة قلبي قولي ما شئت في من المخازي مهما عدتني فلفرط حبي لك بباطلتي كأنك قد مدحتني وسمع صوتك يكفيني الحب بي أكان سبا او مدحا واني الوحيد هو ان تكون شريكة حياتي وأن أستيقظ كل صباح جنبك وأن تكوني زوجتي الحبيبة أرعي سمعك زواجك بأن أكون كما تفوهت أفضل مني الموت 100 مرة وكذلك فقدك عني أفضل أن أموت أكثر 1000 مرات
معك حق، كنت أختبر حبك أو صدق أم الكذب، والآن عرفت بأنك تحبني حبا جازما. أولا سامحني لأنني ضررتك وأذيتك كثيرا، واعلم بأنني أحبك كما تحب الأم وطفلها، وسأحميك كما تحم الأم ولدها الصغير، واعلم بأن روحي موهبة لك. الحمد لله ثم الحمد لله. وخرج هذا الكلام الذي سمعته من فمي أترى. الحمد لله الحمد لله. ماذا يفعلان أمي تغادران؟ لا أتكلم حتى أعلم الأمر. أبي ما هذه وقاعته؟ نسيت الأمي؟ وما هذه فتاتنا التي تعتب عينيك؟ إنما شغالتي وخادمتي في وظيفة، وهي خادمة جديدة تعرف وظيفتها وتنفذ عملها بأسرع وقت. ما أحسن ذلك الخبر الذي سمعت الآن. في حقيقة هذا الأمر يسرني كثيرا بعدما سمعت من فمك. أبي أخبرها بأنني شاب لم يتزوج ومستعد لتزوجها لتكون كنت هذه جميلة. وأنت رأى لي أبي أجيب. حول نفسك وكن على رسلك، واعلم إنها مخطوبة لرجل وهو أبيك، وكن على علم بأنها أمتك وهي أمك الثاني. ابتعد عنها ولا تقرب إليها. منذ متى تكون أمي؟ ماذا فعل عليه ترى؟ اسمعني أيها الخائن، أنا ذهب إلى أمي وأخبرها الأمر كله لأهدم أملك ولينفذ أملي حينها تكون مرأة جنبي. يا بني اسمعني ما سأقول. هناك أحاسيس بداخلي، هناك أحاسيس بداخلي لم أقل لأحد غيرها ولا يعرف أحدا. وأول مرة رأيتها فحق قلبي بالحب. إذا كيف خف قلبي بالحب؟ إذا كيف يكون الأمر كذلك؟ هل يذهب إلى أمك واخبر ما حدث وافعل ما تشاء وهي تفعل ما تريد، فأنا لن أدع حبيبتي مما حدث. ثم وصفتني بأنني قادمة لك يا هذا. عفوا إن غضبت حياتي، فعلت كل ما قلت لأجل حبنا. كيف أغضب وأنت حي بي وكنت جنبي يا حبيبي؟ عزيزتي جمالك لا يوصف وصفه، وعيناك قال الله كونا فكانتا. أمي ماذا يا بنية؟ ماذا يا بنية؟ هناك غدر يزعجك ويجعلك أسفة البال. خير يا بني، ماذا ادهاك وماذا تريد أن تقوله؟ أبي يتخاذل فتية أجمل منك ويريد أن يكح الآن، وقد رأيت بعينيه. كنت أعتقد بأن يفعل هكذا، كنت أعتقد بأن يفعل هذا اليوم. ما ليتني لم تخطر على فراش وهو نائما. أين هو الآن؟ ارشدني إلى المكان الذي هو موجود. أرشدك لكن حينما رأيت أن تقطع رأسه. لن أقطع رأسه فقط بل أكل جميع الجسد. هذا من يتحدثان؟ ابتعد عنها وأنت أخرجي
أضربك. تتقاتل وتريد أن تزوج أنا حي لا يقع أبدا. زوجتي لا تقولي كذلك، إنها ابنة أخي إبراهيم. نعم نعم، لأنها ابنة أخيك أحمد. أنت صدقت تظنني لأنني أمرقة. أول صف سأقتل هذه فتية ثم سأقتلك. أمي لا تقتلي فتية، إن تريدين أقتلي أبي فقط. يا بني اسكتي. إن كان أمرك كذلك طلقتك الآن وانكحها الآن. لماذا طلقتها؟ طلقتها لأجلك. سوف تطلقني لأجل امرأة أخرى، أليس كذلك؟ من الآن فساعدا لا أريدك، ابتعد عني. إنا لله وإنا إليه راجعون. أبي هل ترى ماذا وقع عليك؟ ما بقي لك شيء. طلقت أمي وصديقتك قد ذهب، وأنا سأكون مع صديقتي. من حفر حفرة لأخيه وقع فيها، وأنا أرافق مع صديقتي. إنا إليه راجعون. ما شاء الله. كلمة الشكر داق محمد حسن. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا يليق بجلاله وعظيم سلطانه. الحمد لله مد الدهور وعلى مر العصور، سبحانه جل وعلا القائل في محكم تنزيله: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، والصلاة والسلام على خير الأنام إمام المرسلين وسيد البشر أجمعين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، أيها الحضور الكرام، أهلا وسهلا والسلام عليكم. تحية مني تزفي إليكم أحبابنا، ما أجمل الدنيا بكم، لا تقبح الدنيا وفيها أنتم. فسلاما وفيقا وحبا عميقا وترحيبا منيقا. أيها الضيوفنا الكرام، أنا ما قمت هنا مفصلا لأمور خفيت كي تنجلي، إنما قمت هنا لأسرد كلمة الشكر والتقدير لأساتذنا الأجلاء. الشكر هي صفة جميلة يتصف بها الأشخاص من خلال التقدير الآخرين بالشكر، وكلمة الجميلة وكلمة الشكر ترفع من قيمة شخص المشكور وتزيد المحبة بين الناس. وبالمحبة الشكر تتكمل أعمال الجميلة، تتسابق الكلمات وتتزاعم العبارات لتنظم عقد الشكر الذي لا يستحقه إلا أنتم. إليكم يا من كان له خدم السبق الركب في العلم والتعليم، إليكم يا من بدلتم ولم تنتظروا الأعضاء، إليكم أهدي عبارات الشكر والتقدير. عندما نبحث عن كلمات الشكر والتقدير للآخرين، فإن أجمل عبارات الشكر والتقدير لابد أن تسبق حروفنا وتنهي سطورنا، معبرة عن صدق المعاني النابعة من قلوبنا لهؤلاء. تلوح في سمائنا دوما نجوم براقة لا يقفت بريقها عنا لحظة واحدة، نترقب أضانتها بقلوب ملهانة ونسعد بلمعانها في سمائنا كل ساعة فاستحقت، وبكل فخر أن يرفع أسماهم في عيانا. لكل مبدع منجاز، ولكل شكر قصيدة، ولكل مقام مقال، ولكل نجاح شكر والتقدير. فجزيل الشكر نوديكم يا أساتذنا، ورب العرش يحميكم عبر نفحات النسيم وأريج الأزاهير وخيول الأصيل، نرسل شكرا من الأعماق لكم.
شكرا لكم من نعماء قلوبنا على عطائكم الدائم. إن قلنا شكرا فشكرنا لن يوفيكم، حقا سعيتم فكان السعي مشكورا. من أي أبواب الثناء سندخل، وبأي أبيات قصيدة نعبر، وفي كل لمسة من جودكم وعكفكم للمكرمات نسدر. كنتم كسحابة مضاء وسخت الأرض فخضرت، كنتم ولا زلتم كالنخلة شامخة تغدي بلا حدود. فجزاكم الله عنا أفضل ما جزى العاملين المخلصين، وبارك الله لكم وأسعدكم أينما حطت بكم الرحال وجعل جنة الفردوس مثواكم. جزاك الله خير الجزاء. هذا وحال أقول بنا لدنك والدين تعالى مرتين أنا جوكتو وحال إيري معلم كسعود مدرسي نجاح سوى ربي هي وحن واركا حوارات كان يا مسرحيا يا صحافه وكان ربي هي التعليق كلمه تعليق اهله او سيني شيخ اسماعيل تفضل مشكورا مكانك بسم الله. الحمد لله المعز من أطاعه وأتقاه ومذل من خالف أمره وتبع هواه. أحمده تعالى على ما قدره وقضاه، وأشكره على نعمه التي لا تحصى، وأسأله مزيد من فضله. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وله صالحين له الأولين والآخرين. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة العالمين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وموالاه. أما بعد، أولا معاشر الإخوة أوصيكم نفسي بتقوى الله سبحانه وتعالى وطاعته، وأحضركم وأحضر نفسي أن أسأل الله سبحانه وتعالى، فإن من يتق الله وقاه ومن توكل عليه كفاه، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. قبل كل شيء جميع الأمور أولا أن نتق الله سبحانه وتعالى، هذا هو الأساس الأول. فلابد أن نتق الله سبحانه وتعالى، وثمرات التقوى قوله تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. بعد ذلك أحبتي في الله، إليه سبحانه وتعالى يا مال والأليال الله يسكوك كيكين قاعدنا أيضا أنا وشقك لهينين أرمهين أيهين أهرم الديني ملائكتنا إليه سبحانه وتعالى نحفظني يسو ملكا إبدا بهذا وحوه سوق وقصلي وحوه مسرحيه ونسميني هداس حسوسني ربي نعبر سبحانه وتعالى والله يوم رمان أيتاي إنا نكعب سنة سبحانه وتعالى. أولا أعرف من أنا، ممكن بعض الظلاب يعرفوني أنا أرى وجوههم. أنا اسمي إسماعيل شيخ علي عبده، مدرس دروس نجاح الإسلامية ومدير شؤون الضلالة مدرسة نجاح الإسلامية حاليا. ملاي إسماعيل شيخ علي عبده علي هذا معلم كان مدرس النجاح وحان هاي مدير شؤون الضلالة، بعض الظلاب موجودون هنا. وحن هذا أن الله سبحانه وتعالى ربنا أبوري سبحانه وتعالى هكا مسكوك هي كيني أنا مشغول كنا علمنا الدينية. وهكذا لما نقول يا دمان ريمان النووي محد الإمام النووي أوه ريان معلمين تا أردي تا أردي دا دمان توت وليش يقبله دمان تين معلمين تا كل يقين ونكوب ما ونكم هذا علم يا حفلة دنايبا وموضوع المياهي حفل تخريج الدفعة الثامنة عشرة في محة الإمام النووي لتعليم اللغة العربية والموارد المختلفة في مدينة جارزة وعرف له باهي مياهي لبنت لما سنتين. أنا أصول دابين يو أوروكو هالي يو أبصر مالي مرنة في عربي ونسكو در إشارة ونسكو بالحياة عيالي لغة أمي لا نتركه، واللغة العربية هي لغة الحبيبة. شيخ هالي هدي هكا سنو اللغة العربية هالي هاي مركة كوات أول ما سنتين بندقة صوب بندقتين يو حالي لآخرنا هي تربية صنوعة سوال ربا أنا كقب قابلنا أنا ودنبا علمي أسان برنو وأهل لدوني جزاكم الله خير. معلمي في صوبر باري أرضي ده صوبري إلهي سبحانه وتعالى كاجو سيو
إلهي سبحانه وتعالى أجمع المسيء وعودوا أيننا أكو وحياة مراحلات وحكمتها أرضيدة وحنو الرواء الشجاعة والجرأة وعدم المخالفة يا العبسانين أتمركز سوء استيبتو هل كان هبقين وحياة الرواء وحي صوديا استي وحي لواسو ونبسو تربيعي أبو قسئة وعبسانين إن الجنس والرواء معنى ذلك لا تخاف الكثرة الناظرين إليه وتردك فينا ليش هو عبد الكادي سيشوفتين لك كعب سوري هذا عبد سوري سوى حال رأى انت اكورنا اني اسم الله يلسى اسم الله يلسى دور شوكل آد مثلا جيلة اوقع جيلة جيلة اوشك لا لا سي اقول مقطن من جيسي ان دور حاشرة علمي لا لكن علمي قد بسين كرين اما بقي اما عبد سانية مركا ولو واحد قرني يصير مكافكه وقولي اللي بدا معقولة هذا عبد سطوح وكاتي نبي الحليل صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير واحب الى الله من المؤمن الضعيف هكا مركا سو استاغتوها عبسرين وحي لو سو تربيي انا سيجي سمعا وبدت لدوليا ان شاء الله تعالى تاسو مده كواد مده لبات فنون اللغة العربية لغة عربي وعن فيليا الى دور يتوان فنون ويان لو يتوان فنون مالي هذا مركا ان شاء الله وحلوة رأينا صوب نكتن هل فنية مركا وحان قدار ملاها فنون تكال ايضا ان مسلم يستهد اعترتن كو كلام مسلم بلاقا ذا كميدة ادب كا كميدة نحو ذا كميدة مركا فنون تكال اللغة العربية ايضا اينا مبرنو وصانو كلا صوب نكتن بلاقا ذا كالو اخريو الوقوين كذا كالو اخريو يا عادم فنان لا تاسر ايضا ان شاء الله تعالى وبردار ويوان وحكى لنا إن شاء الله تعليق كميلة الإثبات في الكلمات أنا مكال هلا يوحد جيرين وسوئنا السبتو كلمة أما أفعلوا هم نقطو هم نقطو أما رسمها لا نقطو إلا السبو أفعلوا بيتها السكس في عام يا هدي عربك وها وكاب ونقد من الفهمي واللغة العربية ويان من الفهم أنا السبتو كلمة أذكال ليس السب هدي فعلتها هدي فعلتها هدي مفعول بيتها أنا السبتو لدينا السبو في المسوف عام وحكى لنا إن شاء الله حق نحوه حق نحوه ونحو أولا ولا يؤلم الكلام دون يفهم نحو حارة وأساس كاللغة العربية ويان فعليني هدوس نحو كل يوسو أنا أذكر في عدو الله يلا وارك الحلاو تصحيح أيضنا حق اللغة دا وحكا ميقا هاي حرفك إنا هذا يوحي فرمرتو إلا كرنيقا يو حرفك كحيو هذا الله سلكتو يهدد قدو لما أقلع إلا تربية الإسلامية مبين كري تربية كردوية لأنها هرمرته أما حرف كي وحوديه وحوصنك يهدوه هرمره حوصنك هقولي مركا تاسنا فرونت عربي ويكمتهاي إن شاء الله أيونا كبر أرمو يا لدوليا مركا جزاكم الله خيرا إلا نسلبي المدوني أدول هدى أن شغلو في الأونة الأخيرة حالة ضالب الذي يؤمن هو أفضل الناس نحن يؤمن الضالب أن يكون هو أفضل الناس لأنه يمني دراسة ما يزيد على 20 عاما ممكن أنك تدرس كم 20 أكثر من 20 عاما 6 أعوام في الابتدائي و6 أخرى في المتوسط والثانوي و4 في الجامعي و6 أخرى في العالي واخر ثم أنك تحصل على أعلى شهادة يقال لك تكتورا ماجستيرا يقال لك يقام يقولون هكذا دكتور بالو ديه ومدرسه بالو ديه هل تفيدك شيء يا هل انا من يتفاشى قالوا هذا هو ممكن هو لا يستطيع ان يفرق هيئه الصلاه يوجد بعض الطلاب اما انت كم يدرس كثير وليس بالو وحده ولا بالو ايضا يدرس كثيرا لكن لا يميزون في هيئة الصلاة أي فكرة الصلاة لماذا؟ أتظنون لماذا؟ إنهم لم يبلغوا العلم للعمل به والتقرب إلى الله تعالى ماذا بلغوا؟ بلغوا للدنيا إذلك أصبحت النتيجة فصلب أمور وبركة وهدى فإذا كان هذا حال طلبة العلم فكيف بقية الناس؟ ولذلك أصلنا بالاختلاف وتناثر القلوب وأصبحنا غثاء كغثاء السيل وأخير محبتي في الله أيها الطلبة قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه أثر
أقول لو أن أهل العلم صانوا علم ووضعوا أنفسهم لسادوا بأهل الزمان، ولكنهم بدؤوا للدنيا لأنهم بدؤوا من دنياهم فعلوا على أهلها. يقول رضي الله عنه وأرضاه: سمعت نبيكم صلى الله عليه وسلم: من جعل الهموم هم واحدا كفاه هم آخرته، ومن تشعبت في الهموم بأحوال الدنيا لم يبالغ في أي أوبئتها وقع. إذا أحبت في الله أنت سنكس وقابلنا إليك عبد الله سبحانه وتعالى مرضا وحن شكر جهنية. أنا كسر دور مدرسة الجاهلية الإسلامية لما نذكسوا أساسي معلمين تيار بيدا إليه سبحانه وتعالى وحن كرتشيني أمسان ووشمي في مقعد صدقين أندي مريك المتدر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مركا حنقود بينا ونصو أفجري أنا وحن نصو أفجري مديرك معهدك ولد أهو الشيخ خضر معلم في الاتفاضل مشكور وحن كعصائي ونصو قاوية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، آدي آدبا وسلامنتهين رمانتين وسلامنتهين ضيوفتا كوي تغي كوة شوغا والدك أرضبا إذا عدها إي ورباهنتين وشوغا رمانتين آدبا وسلامنتهين سلام تسلام كان منكو السلامي مرك الكوباد يا مرك اللباد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلامك بعدي وحن الله بقدر اللغات المرء يكثر نفعه، فتلك له عند الملمات أعوان، فاقبل على درس اللغات وحفظها، فكل لسان في الحقيقة إنسان. وقبي نشاعر با وحكولة دردار ما يأردبا يددك إن اللغة العربية أي برتان هي اللغوين كبه وحليها اللغة كستا او أدبرتو انت أدلغة أدبرتو يا نفعي يا الهلي مركزتو او دباتا اي كوكباتانا لغة لاسا وحي كون نغن تيكو كالميريسي لغة كستا او أدبرتينا وقف اذيا كون لران او كلا صعبة وحن اذيا اد اغمه العلم يا والدكي اردبا تخرجيسا ايكو هرأو تخرجي ايكو تخرجي دونا ان شاء الله تعالى والدكي كسور رفاضي بقالها كوب حينيي مسكح ذا ايه طلبة كوب حينيي الصبر ايه المهوضة وحبرنا ايه آذي آد ايه نقوم هذا علينا بعد الله سبحانه وتعالى. وحاصلوا كلامها اللي ارضي لفتوا الى جهد كفرها بضان ايه دلال كفرها بضان وحبر شاء الله وحبوبها انتهي صبر فرها بضان علمي وحورن شرين قف مركو الربعين وحبرته وعينو كباب رحلو وحلاوة ولا وحبرشة وحيلة وهاي حنون بيلة وهاي وحيلة وهاي كوليل وحيلة وهاي أضيق وحيلة وهاي قاتشية فغري وحيلة وهاي أبني درو وحبرشة ومكي لوحبرنا ايوه صبر فرب الله مانوبة هاي والد كي يأرضوي با ماركتاي ديال كافرها بضان يا صبر كافرها بضان صبحي اي آدي آدبان ومها العلينا دفعة ما انتهي انو قرن شمين ايسا ودفعة دي سيديرية طبنات دفعة دي 18 دفعة دي ستيرية تمناوي وهي سيدة بورك باكو قرن أرضا ما انتقى من شبريسا وصدن أرضي ستيرية طبن وويلل لبي إيا طبننا وقبلوي وحي نقول يسا دفعة المركي اللي قدره أرضا سيبو دهاني ما عدك كقل من شبريسي وأفر بقول كونتون إيكو أرضيوي أفر بقول كونتون إيكو أرضي أيام ما عدك كقل من شبريسي هبيع نكون نقول ما عدك أساس كيسة أنا وقت وآدي ويري هاي ودربارن كي ليودي بمركي مكرفون كي ليودي بأركي سين وآرنتي دريم أيو إذن كان مهل علين أيو فردق فرح بالنائي ذلك فردين إنتي محو هاي وقت إلا بس على سواب الله إلا أي هادو اللبية طبان كي أي تشوبتو إنتا والي فردي مركي داتكو ضبع ويدالين وانقا قابنا يا إن شاء الله تعالى. بعد كا هرب الله شيء جمد عيسى هو إمام النووي لتعليم اللغة العربية. اللغة العربية دا يا لغة برتا سيقول هانيد سيقار هانيد اللغة العربية دا لغة برتا انت بلن واتكلم كيكو هذلك مادام المعاهد شيران كتبها لغة أخريو مادام شيران مدارس مقررات لغة دياريو مادام شيران اسكول محو هاي اي شيران ما عدك سيقار هانيد وحال لغة برتا تكلم كاللغة العربية دا هرو حال لغة دواتيي او علماء يوهر سقايبا كمدك دواتيين قف بصوى اللغة دا سكندري اسلامي دا نكسوى بحي إنه هذا اللغة العربية ونكهة ذكرين قيبتها مركي لفيريا مركا ونقصي يا نقصان وي
waxaa laga yaabaa ardaygani berri inuu jaamacad muxuu ahaayo wadamada carabta inuu aadaa laga yaabaa, qofkiina luqal carabiya ma garanayo, af carabiya markaa ayaa ku baxaysaa duruustii iyo jaamacaddii iyo wixii oo dhan waxay ku baxayaan luqal carabiya ku baxayaan. Haddii qof marka uuna aqoonin luqada carabiga ku hadalkeeda, jaamacadna ma akhrisan karo, masterna ma diyaarin karo, wax kasii sareeyana hadalkeedba jooji. Saa darteed maadaama oo kutubihii la akhrisanayo, xalaqaadkii la akhrisanayo, waxaan muhiimadda iyo xoogga saaray takallumka iyo ku hadalka luqada carabiyada. Dabcan luqal carabiya markii la yidhaahdo waxaa soo gelaya awaliyan, waxaa ugu horreeya soo gelaya waa naxwadii, waa sarfigii, waa balaaqadii, waxyaabaha matalan saxaafada oo kale, inshaha oo kale, tacbiiraadka oo kale, qof matalan qaabka wuxuu qoran lahaa khudbadaha iyo qaabkii matalan masaajidada wuu akhri lahaa, waxyaabahaasoo dhan baa ku jira marka luqada carabiyada. Waqti oo gaaban kana gaari karo, macadka waxaa la asaasay 2012 ayaa la asaasay, haddana 2019 baa ku jira. taariikhda hijirgana waa 1441 bisha saddexaad 27 baa filaya oo waafaqsan 2019 bishii 11aad 23 baan umalanayaa. Marka wuxuu macadku aasaasan yahay waa muddo sideed sano ah, dufcooyinka ka baxayna waa sida aan sheegnay waa 18. Haddii aan ku laabto macadka waxyaabaha mathalan uu ka kooban yahay, galaasyada uu macadku leeyahay waa 4 galaas, awqaada mathalan la dhigo oo macadku muxuu ahaayay la akhriyo waa 3 ama 4 waqtibaa lagu soo noqdaa macadka. Macadku goob isaga uu leeyahay ma haysto, waa guryo ijaara buu ku jiraa. Insha allahu tacaala waan rajaynaynaa inaan helo biilal kariim goob muxuu ahaayay inaga kaafida inaan halkan oo kale madan xaflo ku dhigano, oo meel macadku leeyahay aan xaflad insha allahu aan ku dhigano. Waad arataan xafladda inta badan waalidkii looma yeerin, leanna ardayga buuxisay muxuu ahaa hoolka buuxisay. Haddii mathalan aan waalidkana u yeerno meel marka uma hayno, laakiin hadduu macadku meel uu goob leeyahay way sahlanaan lahayd waalidka iyo ardada iyo dawo fara badan iyo marti fara badan intaba lasugu keeno. Macadka dabcan waxaa jira waxyaaba caqabada jira. Caqabadaha macadka haysta waxaa kamid a waa caqabada uu la wadaago si guud ahaaneed uu la wadaago muxuu ahaayay maraakista kale iyo madaarista kale iyo macaahidda kale. Bay-ada waxaa la yidhaahdo oo dhaqanka mathalan meesha ka jira waxbarasho saameynba ku yeelan oo ardaygu saaxiibadii unbuu qaabkay sameeyaa musamayn. Waxyaabaha caqabaadka mathalan kuwa waxaa kamid a waxa la yidhahdo itixaadu lmanaahij ma hayno. Mathalan macaahidda ka jirta Gaarisa wax manhaj keliya oo mideeyo ma hayno ilaa hadda, inkastoo dadaal fara badan hadda la sameynayo oo muxuu ahaaye manaahijtooda in la mideeyo lasku insha allahu la wadwado haddii la yidhaahdo. Madaaristeena iyo macaahideena iyo inta badan manhaj mideysan oo imtixaankii iyo muxuu ahaaye hal meel wax kasoo wada baxayo ma jiro, laakiin dadaal fara badan baa la sameeyey waana la samayn doonaa idanka ilaahay insha allah. Caqabaadka ugu waaweyna waa kuwaas. Dabcan zamankan hadda aan joogno oo deefitan ka samaysan culimada ugu horreysay ay sheegeen iyada la fahaanteeda waa caqabaadka kamid yahay oo bahal telefoono dheer oo laga soo baxo oo zamankan hadda aynu joogno. Wixii 2019 ka dambeeyey wax badan oo dhibee baa jira oo ardaydii wax baran lahaa ee wax xifdi lahaa mobile intaa la wadaagba wada wataan, iyada lafteeda waa caqabad adduunyada kusoo kordhay wey. Laakiin insha allahu tacaala dadaal fara badan haddaan sameyno waan ka bixi doonaa idanka ilaahay. Ardayda takharujaysa waxaan leeyahay waxaan kula dardaarmayaa idanka ilaahay iyo dhammaanba taqwada ilaahay caza wajal inaan ilaahay ka cabsanno. ilaahay haddaan ka cabsanno wax walba inoo hagaagi. Aayadaha qur-aanka lagu dul akhrinay waa dhegeysanaysan, waman yataqi illaha yajcal lahu min amrihi yusra, qofka ilaahay ka cabsada umuurtiisaba ilaahay baa fududeeya. waxbarashadu ilaahay kugu fududeyn, ganacsigu ilaahay kugu fududeyn, caafimaadku ilaahay kugu fududeyn, guurku ilaahay kugu fududeyn, wax kasta oo maaragta oo dhib ama caqabad kugu ah ilaahay waa kugu fududeynaya subxaana watacaala. waxaan sidaasoo kale aan ardada si gaar ahaaneed mutakharijiinta aan odhanayaa attawaasul bitacliim, inaynaan jarin inqibaacu duruus waxay inaynan u dhicin. waxaa dhacda qofku markuu mutakharij yahay uu shahaado uu qaato inuu ku fikiro shahaada qaadatay khalaas shahaadi meel buu iskaga ribanayaa si ugu shaqatay ilaahaba suuniyadiisa gelinaya, arrintaas sax ma aha. waxaa lagu siiyey hal furaa lagu siiyey muftaax baa lagu siiyey, furaha lagu siiyey marka aduu furayaal badan ku raadso, guryo badan galgal, macaahid gal, madaaris gal, iskuullada gal, jaamacadaha gal, sii faa'iidayso. laakiin macadkaasaan ka qalin jabiyey waan fadhiisanayaa ama waan seexanayaa maya. ha ku shaqaysana laguma laha oo ku shaqaysa dhib ma laha, laakiin inaad tacliimtaada aad ku samayso tadwiir wax la yidhaahdo iyo taqadum iyo horumar inaad ku samayso isku day insha allahu tacaala.
sidoo kale waxaan oranayaa oon ka codsanayaa dad meel uu joogaan ahay muddo fara badan dabcan arday iyo macalimiin baan isu ahayn waxaan dalbanayaa in la icafiyo waxaa laga yaabaa khalad uga dhici karaa ardada qaybo ka mid inaan ku khaldamaa laga yaabaa waxaa laga yaabaa isaga laftiisa inuu nagu khaldamo waxaa laga yaabaa in la isxanto si guud ahaaneed waxbaan iloobi karaa marka bini aadam baan nahay bini aadamkuna waa khabaa waxaan si gaara aan uga codsanaynaa haddaan macalimiinta aanu nahay in nala cafiyo oon iscafino dhammaanteenba ilaahay subxaanahu watacaala waxaan ka baryayaa halkaas uu inagu kulmiyey ilaahay inuu jannada inagu kulmiyo innaga iyo waalidiinteen iyo ummadda muslimiinta oo dhan waqtiga aad iigu yar wax badan baan faahfaahin lahaa laakiin waa layla dardaarmay makrofoonka laygu haystaa wabillaahi towfiiq wassalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أقول الشوق للقائكم حدث ولا حرج والحديث معكم زهر يفوح منه الأرج فصلوا من دب ودرج باللوى والمنعرج انتهى كقبال إخوتي الأعزاء موضوعي ودرابي وننصر قابلنا إن شاء الله تعالى makrafoonka inaan qabsado ma rabin waxaan u mahadcelinayaa aabe nagu diiday inuu hadlo aanan jeclay inuu hadlo aabbaan u jeclay inuu hadlo xaaji aadan yuusuf aabbaan u jeclay inuu hadlo waa waxaa u takharujayaa wiil laakiin asaf jidda waqtigaa dhammaaday aabbaad u mahadsan tahay waxaan kaloo rabaa inaan u mahadceliyo aabe hadlaayay waxaan ognahay ardada waa la soo diraa madrasooyinkaa loo soo diraa macaahiddaa loo soo diraa dugsiyadaa loo soo diraa waalid badan kama warhayaan ardadooda ama ilmahooda meel ay tagaan sheekh bilow cabdullaahi aad baan ugu mahadcelin waxaan u malayn wiilkiisa ay ka warrayo inaan u mahadceliyo leanna wiilka waa wiil yar intuu macadka dhiganayay waxaan u malayn hal maalin oo uu soo daahay inaysan jirin waa hal maalin oo uu soo daahay iska dhaaf inuu gooye hal maalin oo waxbarashada uu ka soo dibdhacay maysan jirin aabbihiisa waxaan u malayn isaga sidoo kale hal bil oo dhammaatay ee lacagteeda la keenayo inuu isaga gacantiisa ku keeno ay u badneed inta badan muusan goyn jirin ama muusan gojin isaga inta badan keen jiray marka wuxuu ahaa aabe ilmihiisa ka warhayo waxaan ka codsanaynaa waalidiinta kale ee meesha jooga inay ka warhayaan ilmahooda meeshay dhiganayaan iyo wixii la mid a marka aad baad u mahadsan tahay aba ibraahim aba bilow cabdullaahi in badan baan kugu mahad celinaynaa ibraahimna waxaan rajaynaynaa insha allahu tacala waxbarashadiisa inuu sii wato meel fiicana uu ka gaaro intaa kadib waxaan u gelaynaa insha allahu tacaala qaybinta shahaadada shahaadooyinka qaybinta baan bilaabaynaa insha allahu tacaala fadlaku cadaldiif axmed deeqo xasan saabirin cabdi kaynaan cabdulcaziiz saalax saabirin iyo cabdulcaziiz labada soo istaaga iskala tartano cabdulcaziiz axmed caweer saabirin saabirin axmed caweer sundus maxamed mahad saabirin watanaysi watana sundus maxamed mahad cabdiraxmaan cabdullaahi cabdi maxamed ibraahim bilow cabdullaahi najma najma cali insoarkintiri nimco cabdi xasan xabiiba salaad cabdi maxamed xareed daadle cabdi khabar ibraahim cabdalla faarax cuhmaan naciima cabdi shukri
دل فارح حي دل فارح عبد الحكيم عبد الله محمد شافعي يوسف حسن يوسف حسن أنفال عبد الرشيد إبراهيم عبد الرشيد إبراهيم أنفال نور عبد الله عبد الرزاق عبد الله أحمد يا أخي القدوة موسى أحمد صالح عبد الرحمن صالح عبد الله أدعم أدراسي عبد الملك أحمد حفصة محمد حسن قف يا قف يا ياوي قف قاعد يبتيا قف قاعد يبتيا مريم حسن موس نجم أحمد محمد عبد الفتاح أحمد نور وين مريم لحظة